هاي انت نحط فونديشن الاول وبعدين نحط كونتور، وامتى نحط كونتور وبعدين نحط فونديشن؟ فهو في مدرستين، في مدرسه بتقول ان احنا نحط كونتور الاول زي ما انا حاطه كده كونتور الاول، مش حاطه هنا فونديشن، لسه ما حطيتش فونديشن. وفي ناس بتقول ان احنا نحط فونديشن وبعدين نحط الكونتور. امتى ده وامتى ده؟ لو انت عايزه او بتحبي المكياج التقيل هتعملي الحركه دي، يعني هتحطي فونديشن وبعدين تحطي كونتور فبيبقى ظاهر اكتر. لو انت بتحبي الحاجه السامبل والخفيفه هتعملي بس كونتور وبعدين هتجيبي الفاونديشن، عشان اوريكم بس الفرق. وهتحطيه على براش او بيوتي بلندر اللي يريحك، تمام؟ وهتبتدي تخشي في المناطق اللي ما حطيتيش عليها الكونتور وتعملي كده، هيديكي نتيجه زي ما بيقولوا كانك مش حاطه، وخفيفه جدا 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 اهي. وما تنسوش دايما طبعا ان احنا العادة بنسحب على بقى. فكده لما حطيت الفونديشن فوق الكونتور، كده لما حطيت الفونديشن الاول بعدين الكونتور، فلما اجي بالبيوتي بلندر اعمل كده. انا حطلكوا قبل كده فيديو لدمج الكونتور، فهيبقى سترونج قوي بالمنظر ده، اوكي؟ وده شيء راجع للذوق في الاول في الاخر. بس لو وشك دهني ما تعمليش الحركة دي، ما تحطيش كونتور وبعدين تحطي فونديشن، لا، انت هتحطي برايمر وهتحطي الفونديشن ويكون كمان اويل فري، وبعدين تبتدي تحطي الكونتور. اشوفكم في مره تانية، لاف يو باي.